التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطورة الاجتياح البري لقطاع غزة وما ينتج عنه من ضحايا مدنيين كثيرين، مشيرا إلى أنه اتفق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية السعي من أجل عدم الاجتياح البري للقطاع. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، أكد الرئيس السيسي أنه اتفق مع نظيره الفرنسي على ضرورة بذل الجهود لاحتواء الأزمة في قطاع غزة وتجنب اتساع نطاق التصعيد والعمل على ألا يكون لها تداعيات أكثر من ذلك، مجددا موقف مصر الرافض للنزوح أو التهجير القسري لسكان القطاع. وأضاف الرئيس السيسي أن ماكرون تفهم خطورة فكرة عملية النزوح أو التهجير والخروج من القطاع إلى الأراضي المصرية. ونوه الرئيس السيسي بالتوافق مع نظيره الفرنسي على حل الدولتين، منبها إلى مخاطر غياب الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الأمن القومي والحفاظ عليه هو دور أصيل ورئيسي للقوات المسلحة بهدف حماية الحدود دفاعا عن الأمن القومي ومصالح مصر، مشددا على أن مصر عبر تاريخها القديم والحديث لم تتجاوز حدودها وكان كل أهدافها الحفاظ على أرضها وترابها. وخلال تفقده اصطفاف تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني بمحافظة السويس، أضاف الرئيس السيسي أن الجيش المصري يملك قوة رشيدة، وهذا يعد سمة من سمات الجيش في مصر، وهي البناء والحماية وعدم الاعتداء. استخدمت روسيا والصين حق النقض الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة بشأن الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، في حين فشل مشروع منافس صاغته روسيا في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات. وسعى مشروع القرار الأمريكي إلى معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة بالدعوة إلى هدنات قصيرة للسماح بإدخال المساعدات، ويعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ولا يدعو إلى وقف إطلاق النار، حيث صوت لصالحه 10 أعضاء فقط، وامتنعت البرازيل وموزمبيق عن التصويت. ثم صوت المجلس على مشروع قرار صاغته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وصوتت روسيا والصين والإمارات والجابون فقط لصالح مشروع القرار، بينما امتنع 9 أعضاء عن التصويت، وصوتت الولايات المتحدة وبريطانيا بالرفض. ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالهجمات الانتقامية التي شنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية في أعقاب هجمات 7 أكتوبر. وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، قال بايدن إنه سيضاعف التزامه بالعمل على حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود، وشدد على أن هجمات المستوطنين هي بمثابة صب البنزين على النيران المشتعلة بالفعل في الشرق الأوسط. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين قد يتخطى حدود الشرق الأوسط. وخلال اجتماعه مع عدد من الزعماء الدينيين بالكرملين، قال بوتين إن من الخطأ معاقبة نساء وأطفال وشيوخ أبرياء في غزة بسبب جرائم اقترفها أشخاص آخرون، وشدد على أن إراقة الدماء في المنطقة لابد أن تتوقف، مضيفا أنه أبلغ زعماء العالم في مكالمة هاتفية بأنه إذا لم يحدث ذلك فقد يندلع صراع أوسع نطاقا بكثير. أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القوات البرية قامت بتوغل كبير نسبيا في قطاع غزة خلال الليل، ووصفت إذاعة الجيش الإسرائيلي العملية بأنها أكبر من تلك التي نفذت في السابق، وتستهدف كافة مواقع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن 22 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب ما بين 50 إلى 60 آخرين في إطلاق نار عشوائي في مدينة ويستون بولاية مين الأمريكية. وقالت شرطة ولاية مين إن شخصا أطلق النار في الويستون وجاري القبض عليه، فيما طلب رئيس البلدية مساعدة الجمهور في التعرف على المشتبه به.